بنكمل باذن الله تعالى درس المرايا يا جماعه. الحصه اللي فاتت تعرفنا على اهم التعريفات بتاعت المرايا الكوريه، وخدنا حاجه اسمها مسار الاشعه، انا بقدر من خلاله استخدم المسارات دي عشان احدد الصوره المتكونه للجسم موجوده امام مرايه مقعره، ان لو انت اصبت الجسم الشعاع اسف موازي للمحور الاصلي بينعكس مره بالدوره، لو الشعاع دوت نزل مره بالدوره فبينعكس موازي للمحور الاصلي، لو شعاع مر بمركز التكون بيرتد على نفسه ينزل السكون صدر الانعكاس بيساوي صفر عندي. النهارده بنبدا نرسم يا جماعه مع بعض ونحدد موضع جسم معين ونشوف هل موضع الجسم ده بيأثر في الصوره اللي بتتكون ولا مش بيأثر في الصوره اللي بتتكون. تعالوا كده، ده طبعا شكل الجدول الموجود قدامك اللي موجود فيه مكان الجسم ومكان الصوره وصفات الصوره وحالات التكون، تعالوا نشتغلها مع بعض كده جزء جزء ونشوف الكلام اللي بالجدول ده ايوه مظبوط ولا مش مظبوط عندي. نجيب كده اول صفحه هنا، اول وضع عندي اهو ادي رقم واحد، الجسم على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري. ضعف البعد البؤري يا جماعه هو مين؟ هو مركز التكون عندي. انا لو كنت رسمت ان مرايه موجوده قدامي، ادي القاف وادي الباء وادي الميم، القاف هنا القطب والباء اللي هي الكره والميم هو مركز التكون، والجسم عندي موجود هنا. بتطبق حالات اللي احنا خدناها بتاعت مسارات الاشعه، الحاله اللي قلنا تعال نجيب لون تاني مثلا وليكن لون اخضر دوت، هنصف الشعاع موازي يوم الشعاع دوت هي انعكس مر بالدوره عندي. ادي اول رسمه اهو، نصف الشعاع موازي ينعكس الشعاع مر بالدوره. الرسمه الثانيه لو انت اسقطت شعاع بيمر بالدوره يوم الشعاع دوت ينعكس موازي للمحور الاصلي، فيحصل تقاطع عندي ان هو في نقطه، النقطه دي بتتكون عندها الصوره بتاعت الجسم الموجود قدامي. الصوره بتاعت الجسم اللي طالعه ديت المواصفات بتاعتها حقيقيه مقلوبة مصغرة تقع بين الباء والميم عندي. ادي الحالة الأولانية إن لو الجسم موجود على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري بتتكون له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة، الصورة دي بتبقى موجودة بين الباء والميم يعني على بعد أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري عندي. طيب رقم 2، الجسم عند الميم أو على بعد يساوي ضعف البعد البؤري بتاعه. طيب ادي المرايه اهي وادي القاف وادي الباء وادي الميم عندي وادي الجسم موجود قدامي. نجيب لون تاني وليكن مثلا لون احمر، نبدا نسقط الاشعه، هسقط شعاع موازي يوم الشعاع دوت ينعكس مر بالبوره، وبعد كده هسقط شعاع مر بالبوره يوم الشعاع دوت ينعكس موازي، يحصل تقاطع هنا وتتكون لي الصوره بتاعت الجسم. لما اجي ببص على الصوره اللي اتكونت هتلاقي ان مواصفات الصوره دي صوره عندي حقيقيه مقلوبه مساويه للجسم، والصوره تقع عند النقطه ميم او عند مركز التكون او عند ضعف البعد البؤري عندي. ادي اول حاجتين احنا رسمناهم مع بعض. الحاله الثالثه الجسم بيبدا يمشي شويه، كان موجود ورا الميم جه عند الميم، دلوقتي الجسم هيتحرك بيجي من الباء والميم، فبقول ان هو الجسم يقع بين الباء والميم عندي، يعني موجود على بعد اكبر من البعد البؤري او اقل من ضعف البعد البؤري عندي. ادي الرسمه اهي، ادي القاف وادي الباء وادي الميم وادي الجسم موجود قدامي. نجيب لون تاني ازرق مثلا، نسقط شعاع موازي يوم الشعاع دوت ينعكس مر بالدوره، نسقط شعاع يمر بالدوره عندي يوم الشعاع دوت ينعكس موازي، فيحصل تقاطع عندي في نقطة ورا الميم بتكون لي الصورة، وتبقى مواصفات الصورة عندي حقيقية مقلوبة مكبرة تقع بعد الميم عندي. آدي الصورة الرابعة الموجودة قدامك أو الصورة. يبقى دلوقتي ثلاث حالات قدامهم اهو، لو كان الجسم موجود ورا الميم، لو الجسم اتقدم شوية ومشي جه عند الميم، لو الجسم اتقدم أكتر وجه عند الباء والميم. الحالة رقم 4 دي يا جماعة من ضمن التعديلات الجديدة اللي كتاب الوزارة نزلها السنة دي، اللي هي الجسم بيقع عند البعد البؤري، البؤري يعني الجسم عند الباء، دي ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت، دي كده جديدة أول مرة تدرسوها السنة دي. فالراجل بيقول لي أنت لو عندك المراية هنا موجودة قدامك، وأدي عندك القاف وأدي عندك الباء وأدي عندك الميم، وأنت رحت هنا راسمت الجسم بالمنظر عندي كده.
هتسقط الشعاع الموازي دون الشعاع دوت ينعكس مره البوره، وبعد كده الشعاع الثاني انت بتعمله نظبط بس الجنب شويه. هتيجي تبص بقى على الحاله ديت، المفروض انك تسقط شعاع يمر بالبوره فينعكس هنا، مش هينفع عشان تسقط الحاله ديت. ليه؟ لان الجسم موجع للباب، فبتبدا تلجا للشعاع الثاني اللي هو يمر بالميم. لما تيجي تبص على الشعاع اللي بيمر بالميم عندي هتلاقي ان الشعاع ده بيحصل له عمليه ارتداد على نفسه. لو جيت خدت حتى هنا عمل الامتدادات بتاعت الاشعه عمرها ما هتتقابل، وهنا نفسها برضه الاشعه برضه عمرها ما هتتقابل، ولا الامتداد بيتقابل ولا الاشعه نفسها بتتقابل، في الحاله دي نقول لا تتكون صوره للجسم. يجي لك سؤال عادي ليه؟ يقول والله لان الاشعه بتسقط في المدى النهايه، ففي الحاله دي ولا الاشعه نفسها بتتقابل ولا امتدادات الاشعه بتتقابل عندي. يبقى الحاله رقم اربعه اللي هو الجسم موجود عند البقى يا جماعه، ده حاله جديده ما كانتش موجوده في السنين اللي فاتت، اتكررت عليك السنه دي. الحاله دي بتقول لي لو انت اسقطت او الجسم موجود عند البقى وجيت رسمت له صوره، جيت رسمت تكون له صوره، مش هتلاقي الجسم ده بيتكون عندك صوره. ليه؟ لان الاشعه بتسقط بتوازي وموازي في المدى النهايه عندي. طيب بعد كده نبدا نخش على الحاله رقم خمسه والأخيرة عندك، نجيب صفحة هي اللي هو رقم خمسة، الجسم على بعد أقل من البعد البؤري اللي هو الباقي عندي. آدي الرسمة بتاعتي، وآدي القاف وآدي الباء وآدي الميم، والجسم موجود قدامك هنا، آدي الجسم. هتسقط الشعاع الموازي، يقوم الشعاع دوت ينعكس مرة بالكورة، وبعد كده الشعاع الثاني هتعديه يمر بمركز التكور، فيقوم الشعاع دوت يمتد او يرتد اسف على نفسه. في الحاله دي هنا الاشعه مش هتتقابل، لكن لو انت جيت عملت امتداد الاشعه عليها، ظبطت الامتداد بتاعه كده بالمسطره، هتلاقي الامتداد دوت بيحصل له تقاطع في نقطه خلف المرايه ويكون لك عندي الصوره، وتبقى مواصفات الصوره عندي صوره تقديريه عشان ما تبقاش من تلف امتدادات الاشعه. الصوره التقديريه دايما هو ده اللي انا هتكلم كده في وصف معتدله، وتبقى موجود عنده صورة مكبرة تقع خلف السطح العاجز للمناعم. دول الخمس حالات المقررين عليك في تكوين الصور، لما الجسم يبقى ورا الميم، لما الجسم يبقى عند الميم، بين الباء والميم، عند الباء وقبل الباء او قدام الباء. الدراع المخدبة حسب كلام الراجل وحسب الوصف بتاعنا، انت الرسمة مش مقررة عليك في المراية المخدبة عندك، الرسمة هي كتاب جمالك بس جمالك للاطلاع فقط. الراجل بيقول لك مهما اختلف موضع الجسم امام المرآة المحدبة فدايما صفات الصورة الثابتة هي بتبقى صورة تقديرية ومعتدلة، ودايما بتبقى أصغر من الجسم. صورة تقديرية ومعتدلة ومصغرة ما ينفعش تستقبلها على الحال مهما اختلف موضع الجسم امام المرآة المحدبة. آخر حاجة بنقولها في الدرس يا جماعة هي أهمية المرايا. المرايا المقعرة لها أهمية والمرايا المحدبة لها أهمية. نبتدي بالمرايا المقعرة، قال لك بتبقى متطبق عندي في صناعة المصابيح الأمامية للسيارات عشان بتلاقي السبوك قدامها على مسافة أكبر. بتبقى موجوده في حاجه اسمها الفنار البحري اللي كان بيستخدم زمان لارشاد السفن عندي، لانه بيقدر يطوح او يديني مدى اضاءه كبير جدا جدا داخل البحر عندي، فالسفن بتهتدي بمكان المينا. بيبقى موجود عندك في البطارات، بيتم تثبيته كده داخل انبار صغيره على ممرات الهبوط عندي عشان يرشد الطيارات بالليل اولاد واولاد لعمليه الهبوط عندي. بيبقى موجود عندك في مرايا صالونات الحلاقه عندي عشان تكبر الوش ونجاح الابدان بتاعتي عندي. اربع سلامات موجوده قدامك اهي في صناعه المصابيح الاماميه للسيارات، وبالمناسبه كمان كشاف الجيب ايضا في مرايه مقعره. بيبقى موجود عندك في الفضاء البحري في مينا، بيتسبب في ممرات هبوط المطارات، وفي مرايا صالونات الحلاقه موجوده قدامي. اخر حاجه عندي اللي هي المرايه المحدده، هي لها استخدام واحد، بيتم تثبيت المرايه المحدده ووضعها على يمين ويسار سائق السياره دي. قال لك لان انت لسه هي المرايه المحدده دي بتديني صوره معتدله مصغره للطريق، فيقدر السواق بمنتهى السهوله ما دام شايل الصوره المعتدله المصغره قدامه يقدر يكشف الطريق بمنتهى السهوله، وتقدر عمليه السواقه تبقى سهله. لما يجي لك سؤال عالي يطلب من اهم اسئله عالية تيجي في الامتحان، عالي ما ياتي طول على يمين ويسار السائق مراه محدبه طول والله وذلك لتكوين صوره تقديريه مصغره للطريق من خلفه فيسهل كشفه عنه. كده يا جماعه خلصنا المرايه، وباذن الله تعالى الحصه اللي جايه نشتغل مع بعض على العدسات. شكرا لكم.